لأنها ثاني أركان الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن فرط في الصلاة. فعليكم أن تحافظوا على الصلاة، وعليكم أن تأمروا أهلكم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الصلاة الصلاة يا عباد الله. يا من كنتم تحضرون الجماعات، وما يا من كنتم تأتون للمساجد، عمروا أوقاتكم، فإن رب رمضان هو رب الشهور كلها.